تحية طيبة مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من الدار البيضاء. صباحكم مبروك مشاهدينا. كنقرا بعض من التعاليق. واحد الاخ قال لي واش كاين البرد في كازا؟ كاين شويه البرد في كازا، كاينه الضبابه. الله يرحمنا ان شاء الله بالشاء. اخي اولا ما عرفت سميشك، اخ هشام الدنيا خاويه، ويا اخويا هشام الدنيا خاويه كي كتشوف الحضر ديال التجول الليلي. ان شاء الله اللي كنتمناو على انه يعطي المفعول ديالو كذلك باش ان شاء الله تنقص علينا هاد الوتيره ديال عدد الحالات اللي كتصاب فيروس كورونا في النهار. ان شاء الله ينقص علينا هاد العدد هذا اخويا. موضوعنا متابعينا وهو اللقاح ان شاء الله اللي غادي يبدا ان شاء الله في البدايه ديال شهر 12. شنو بان لكم متابعينا ان شاء الله في هاد اللقاح اللي كنتسناوه كاملين باش انه يرد لينا الوقت كي كانت ويصاوب الوقت عاوتاني. وان شاء الله المهم بعدا يكون عندنا بعدا لقاح ديال الوباء هذا اللي سخسخ بعباد الله وعذبهم وكرفس الناس ويعني بزاف ديال الحوايج. شفنا وقيشة ديال الحجر الصحي كيفاش دازت، اللي هاد كورونا دازو فيها حوايج زوينين وحوايج خايبين. واخا تقريبا كلها حوايج خايبه ولكن داز فيها حوايج زوينين بحال الكونفينمون مثلا، كل واحد فين كان دوزو، كل واحد وكيفاش دوزو، كل واحد ومعاه من دوزو. يعني حوايج غراب كانوا في وقيته ديال الحجر الصحي. نتمنوهم الله يرفع علينا الوباء هذا ان شاء الله وتمشي العملية ديال التلقيح ميسرة ان شاء الله تيسر وشكون ان شاء الله هي المنعطف ديالنا باش اننا نرجعوا لحياتنا الطبيعية. اختي اميرة بنتي عفاك عطيني النمرة ديالكم. اختي النمرة ديالنا موجودة في الصفحة، غادي تلقايها ان شاء الله، غير دخلي وغادي تلقايها اختي. وغادي تهضري مع الاخوان وغادي ان شاء الله يتواصلوا معك. ادم دوز معاك سيدي البرنوسي ان شاء الله. خويا ادم دوزو البرنوسي نديرو فيه تا هو واحد الجوله ان شاء الله يكون هاني. محمد هولندا كيقول الدعوه خاويه، ويا خويا محمد انت كتشوف الدعوه خاويه نادرا فين كنشوفوا يعني شوارع الدار البيضاء بحال ما هكا. هذه واحده من الحوايج اللي كورو اللي تسبات فيها كورونا والجائحه، ويعني ما موالفينش كنشوفوا الشوارع هكا، ما بالعكس موالفين واحد الرواج، موالفين بزاف ديال الحوايج. الله يرفع علينا الوباء هذا وصافي. حمزه كيقول كازا اصلا في هذه الساعه كتكون خاويه. لا لا خويا حمزه بالعكس، كازا في هذه الساعه مازال عامره ومازال السيركيلاسيون مازال يعني ما
مازال كيكون فيها الرواج خويا، غير هاد الجائحة اللي ردات الدنيا خاوية. الله يعاونكم، الله يحفظك خويا صلاح، الله يحفظك، الله يبارك فيك خويا صلاح. هشام خويا تحية ليك وتحية للناس ديال الناظور. اجدنا الناظور وتشوف بنادم. تحية ليك خويا وتحية للناس ديال الناظور، الناس ديال الناظور، الناس الله يعمرها دار، معروفين بالمعقول. ويعني انا شخصيا عمري مشيت لديك المدينة، ولكن كنعرف شي دراري من تما الله يعمرها دار، يعني الصحبة والناس طيبين. فما كرهتش نجي اخويا تما واش ندير شي جوله تما ان شاء الله في ديك المدينه الا كتب الله. نجي ومازال خويا هشام ايوب خويا واش ما كاينش الحجر الصحي في كازا؟ كاين اخويا تقريبا طبقين شي اجراءات هنا اخويا في كازا، بحال حضر التجول الليلي، وبحال الاسواق اللي كيسدوا اسواق القرب مع الثلاثة، وكيكون منع التنقل يعني بالليل، وكذلك الحمامات مسدودين، ويعني كاين واحد الاجراءات خويا. ايوه بنغازي مسهراني الخدمة خشي النمره ديالنا خشي اميره، راه قلت لك غادي تلقايها في الباج لداخل، غير دخلي وغادي تلقايها ان شاء الله هي الاولى. ام الربع كاين البرد بزاف عليك خويا، عانك الله، الله يحفظك، الله يبارك فيك اخشي. ضروري من شويه البرد دابا وقيتو، غير الله يعطينا ان شاء الله الشتاء وتقاد الوقت، هذا الشيء اللي كنطلبوا. مرحبا بو سعد يا سعد، حنا اخويا حالين النقاش غير باش نستافدوا، لكن ان شاء الله شي موضوع اخويا اللي تفيدنا به او شي حاجه اللي نتناقشوا فيها. مرحبا اخويا، مرحبا. اختي اميره غادي تلقايها اختي، غير الا دخلتي دابا الباج هذه اللي فيها دابا اللايف غادي تلقاي النمره اختي، راه غادي تلقايها هي الاولى، غير بقايها طيب شويه ان شاء الله وغادي تلقايها. الاخ ايوب اللقاح ان شاء الله غادي يكون اخويا على جوج ديال الاقسام، غادي تكون المره الاولى اللقاح الاول، ومن بعد 20 يوم تقريبا كيكون اللقاح الثاني ان شاء الله، ف غادي يعطي المفعول ديالو اكيد ان شاء الله. ميزانيه كبيره اللي تعطات لهذا اللقاح هذا، فضروري ان شاء الله يعطي الاكل ديالو. اول التمره حنا اللي بغينا ديال هذا اللقاح هو نرجعوا لحياتنا الطبيعيه، يعني ويتحيد علينا هذا الوباء، ويعني نرجعوا كيف كنا قبل خويا، نرجعوا لحياتنا الطبيعيه اللي كانت.
اخ هشام اللقاح اخويا غادي يكون في العالم كامل. فانت كتشوف اخويا السباق ديال اللقاحات اللي كاينه دابا بين الدول الكبرى، الصين، امريكا، المانيا، استراليا كذلك شي دخلت سميشو المعركه، يعني شي بغات تلقى لقاح ديالها. روسيا كذلك، فشفنا يعني شفنا بزاف ديال الدول، فهادو كاملين خويا غادي يبيعوا اللقاحات ديالهم للدول المجاوره ليهم او اللي غادي تطلب من عندهم. اخ حميد امتى غيبدا اللقاح؟ خويا حميد اللقاح ان شاء الله غادي يبدا من الواحد تقريبا واحد السيمانه او لا 10 ايام كاع ان شاء الله، في البدايه ديال شهر 12. مرحبا بك اخي، شكرا لك خويا هشام، شكرا لك ان شاء الله خويا هشام. الساعه اللي غادي نجي تما غادي نشوف كيفاش نتواصل معك في شي لايف ونقول لك انا خويا هشام جيت الناظور. ادم اشكلم عن المعاقين المتخلي عنهم. هذا خويا ادم موضوع زوين، هذا موضوع زوين تبارك الله عليك، هذا موضوع عجبتيني، موضوع قوي، موضوع اللي كنشوفوه في الواقع ديالنا. ان شاء الله خويا نهضروا خويا في هذا الموضوع هذا خويا في البث الجاي ان شاء الله، نحاولوا على اننا نفتحوا الحوار ان شاء الله في هذا الموضوع هذا. كنوعدك خويا ادم ان شاء الله غادي نفتحوا ان شاء الله موضوع في هذا فهذا ونشوفوا شنو كتقولوا يعني في هذا الموضوع. شكرا لك على الفكره خويا ادم. عبيدو انا بغيت نتناقش معاك. مرحبا خويا عبيدو، تناقش معايا مرحبا، الا كان شي حاجه زعما اللي غادي نحاولوا على اننا نجاوبوا عليها وشكون في اطار اخوي واحترام وتبادل الاحترام، مرحبا خويا عبيدو. جلس باشا الدرب عندنا شي دوره ان شاء الله خويا سعد، يا سعد ان شاء الله نجي خويا سباشا ولو انني انا ولد سباشا. ادم واللي ما عندهمش تكون يعني بهم او يصرف عليهم. بالضبط خويا ادم، ففهمت الفكره كامله. موضوع كي قلت لك زوين ان شاء الله نهضروا عليه خويا ادم في البث الجاي. اذا المتابعين وصلنا لنهايه ديال هذا البث هذا، شكرا لكم وشكرا لتعاليقكم، نتلاقاكم ان شاء الله بث مباشر اخر. الى اللقاء خويا هشام ان شاء الله، الى كنت غادي نجي نتواصل مع خويا. مرحبا بك خويا هشام، شكرا لك، الله يرحب بك. هذه من الخصال اللي معروفه كذلك على الناس ديال تما، الترحيب تبارك الله، شكرا لك خويا. وبهذا متابعينا نتلاقاكم ان شاء الله بث مباشر اخر، الى اللقاء.